هاد اللاعبين اللي تنتدبوا راه العام اللي فات فازوا بالبطوله مثلا كان البحيري والصروخ ردوا البطوله مع اتحاد طنجة. تيبقى انه خص وقت باش ينسجموا في المدينه باش ينسجموا مع الفريق مع العقليه ديال الفريق، ولكن كقيمه كرويه ما نظنش انهم نقدروا نختلفوا عليهم. يمكن الاختلاف دائما كاين انه كل واحد والشوفه ديالو، كل واحد كيشوف اللاعبين، ولكن الا غنحطوهم كقيمه كرويه ما يمكنش نختلفوا عليهم. تيكون الاختلاف على حسب على جا هذا ما جاش هذا ما جاش هذا، وتيبقى كل مدرب ورايه ديالو. مي كانتدابات انا راضي عليها كلها وانا خدام باش تعطيني داكشي اللي بغيت. يعني هذا دليل على انك ما غاديش تفكر في انتدابات في الانتقالات الشتويه؟ يمكن جوج ثلاثه كرون ماكسي. هذه خصك تعرف انه صباح ترينينا تدربوا صباح ساعه ونص ما تدربوا، لانه بغيت نحطهم في واحد الوضعيه يكونوا لاعبين بلا شارج، يكونوا لاعبين هما ثقال، رده الفعل ديالهم ثقيله. بغيت نحط اللاعبين في واحد الوضعيه اللي صعيبه ما سهلاش، باش الوقت اللي تتوصل لافريشو الفيزيك وتوصلوا يلعبوا دي ماتش تيكونوا فريت تكون رده الفعل ديالهم سريعه. ولكن انا بغيت نحطهم في وضعيات اللي صعيبه، ماشي ندخل نعطيهم البارح في العشيه روبو اليوم صباح روبو نلعبهم دابا ويلعبوا اليز وبخير. ولكن عندنا اهداف، لانه بالنسبه لي هذه ماشي مباراه وديه، انا بالنسبه لي حصه تدريبيه شامله فيها كل شيء. دونك علاش غنضيع حتى الحصه ديال الصباح؟ تريني انا صباح ساعه ونص عاد عطيتهم يلعبوا اليوم، ولا شتي راه الدراري ما قادريش كاع تيجري ما قادريش، ولكن بغيت نحطهم في هذه الوضعيه، بغيت نحطهم في الشك. تعذبوا، اغلبيه ديال اللاعبين تعذبوا ما لقاوش راسهم، وهذا اللي بغيتو، لانه من بعد الاسبوع المقبل ملي غادي تهبط لانتونسيتي ديال الخدمه وتهبط الفوليوم ديال الخدمه غيلقاو لافريشور فيزيك نهار اتحاد طنجة. نعم. وغادي نلعبوا نهار السبت مع جديده وغنترينيو غدا. نعم. غادي نلعبوا. سي بن هاشم اخر سؤال، سي بن هاشم وعلاقته بجمهور فريق اولمبيك افريكا اللي سمعنا عن سي بن هاشم انه وصل يمكن القضاء، يمكن تعرض للسب والشد من طرف بعض الجماهير، شنو الرساله اللي يمكن سي بن هاشم لجماهير فريق اولمبيك افريكا بصفه عامه؟ شوف دابا حنا لاعبين وخاسرين، الجمهور تيحتج علينا، كاين اللي تيسب، ما هضرتش معاهم، انا من حقهم تيشجعوا فرقتهم، هما باغيين يشوفوا الفريق ديالهم ناجح، من حقهم، ولكن ملي تجي تهجم عليا وانا بوحدي وتجي تهجم عليا حدا الطوموبيل وتجي تهجم عليا في التداري تتبقى الجمهور. دونك انا الوقت اللي درت شكايه لمصالح الامن ما درتهاش بجمهور اولمبيك افريكا، درتها بجوج د العناصر، ما بقاوش نقولوا ديك محسوبين على رجل، جوج ديال الناس جاو بغاو تهجموا عليا غادي يولوا دايرين اللي يدوا له كنا درتو شي صلح دابا؟ لا جا واحد اعتذر هنا، مازال درنا لا صلح لا والو، دونك مازال الامور راه في ولايه الامن، مازال الامن ياخذ المجرى ديالو. مي كجمهور اولمبيك افريكا حنا حاسين به وعارفين شنو باغي، وراه هذا هو الهدف ديالنا. راه شخصيا انا في التجربه ديالي السابقه عشت اكثر من هادشي، مازال دابا راه كاين واحد النوع من الجمهور تيشجعنا وباغينا، عشت اكثر انه كان تشكيك في الفريق ككل انه ما غاديش ينجح، وانه اول فريق اللي غادي يطيح قسم وطني الثاني، ولكن مع العمل الثقه في نفسنا والثقه في العمل اللي تنديرو بسرعه تطور الفريق وتبدل ولا الكل تيهضر عليه. دونك انا بالنسبه لاولمبيك افريكا ما خايفش، عارف راسي شنو تندير وعارف راسي فين غادي نوصل بالفريق. بالنسبه لي انا يا للطاقم التقني كامل راضي على العمل اللي كنقوموا به، نظرا كانت اكراهات ما غنحملش انا المسؤوليه لشي واحد، رغم ان رئيس الفريق ولا المكتب المسير كان كيتسناو بعض الامور الميناء، تعذبنا شويه في لا بريباراسيون حتى بدايه البطوله، كان بزاف الامور اللي كانت صعيبه، مي الدراري كانوا رجال وبقينا متحدين وكحضرنا مصلحه الفريق، كان خدمنا غير غياب تام ديال الامكانيات الماديه، الدراري صبروا وخدمنا الحصيلة لحد الآن دورة 9 12 نقطة كتبقى إيجابية جدا نظرا للظروف اللي كان كيعيشها الفريق، لأن بكل تتابع يعني الأزمة المالية اللي تتمر بها تمر بها فريق رجاء الملاك، وبالرغم من ذلك يعني النتائج لحد الساعة تكتسب الفريق التقني، شنو هو السر السمورات تحافظتوا على السيرورة ديال الفريق؟ حنا تنعرفوا الإكراهات المادية اللي تعانوا منها اللعابة. السر ما كاينش شي سر، هو ملي كتكون ان اونترينور بروفيسيونيل بالنسبة لك كتلعب في فريق اللي كبير، فريق اللي رغم ما كاينش موارد غياب كان موارد، ولكن الظروف
ديال الاشتغال ملي كتكون واحد الثقه ما بينك وبين رئيس الفريق وكيسلمك الامور ديال الفريق وكيكون عندك الثقه ديال الجمهور انك كتخدم مرتاح ولا خدمتي مرتاح وكانت الثقه كيكون حتى اخلاص في العمل. هذه طبيعتي انا ملي كنت لاعب الكل كيعرفني مع الستاف ديالي مع المدرب المساعد سي امين قبلي حتى هو قدرنا ان نقلبوا على اللاعبين اللي يقدروا يصبروا لنا لهذه الازمه لاعبين اللي ما يديروش لنا مشاكل والحمد لله الدراري كنحييهم باقي عندنا عمل كبير كيتسنانا هذا هو السر اللي خلانا اننا نتفاداو اننا نتهبطوا في النتائج السلبيه ونكونوا في سي مراد الترتيب رغم انني انا شخصيا على اللاعبين اللي عندي كنظن ان الظروف تكون مزيانه يمكن اننا نكونوا احسن لان الفريق ملي جيت ما لقيتش الفريق كله مشى كنكون فريق جديد بالتالي دائما شك ماتش كنقلب على جوج ثلاثه البلايص كيكونوا عندي فيهم تغييرات بالتالي كنظن ان مع مرور الوقت يمكن نكونوا قويين اكثر من هكا ان شاء الله. بغيت نرجع معك السياق ديال هذه المقابله كتقييم اولي على هذه المقابله درتها ولو حبي راه فيها لي زيتيوليتي بالنسبه لي انا ما كتهمنيش نتيجه المقابله انا المقابله كان عندي تجريبيه جرب فيها بعض العناصر اللي كانت مصابه عاد رجعات لان كتعرف كان بعض العناصر اللي ما دانوش معنا المحطه ديال الاستعداد القبلي الان جات المناسبه ديال توقف البطوله باش اننا كنقلبوا على مقابلات وديه خصوصا مع فرق كبار بحال اولمبيك خريبكا يوم السبت عندنا كذلك سريع واتزم بالتالي كنظن انهم هاد المقابلات هادو يمكن انني كنشوف فيهم المستوى بالضبط المستوى البدني والتكتيكي ديال الفريق فين وصل اما نتيجه المقابله كتكون غير ديال الامين. نعم. عسكري اللي شي لعب دونك هنايا هذا هدرة تناقض. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.